نأتي لحلقتنا الأخيرة من تاريخ الأوبئة، وهي الأوبئة أو وباء الطاعون اللي وقع في مصر الحديثة. وأولى هذه الأوبئة كان في أثناء فترة حملة نابليون. نابليون بونابرت جه لمصر سنة 1798 في حملة كبيرة، معه العلماء والأطباء والرسامين وغيره والنحاتين والفنانين. حينما وصل نابليون إلى مصر أراد أن يفتح بلاد الشام حتى تكون بعدا استراتيجيا له، فوصل إلى يافا وحاصر يافا لفترة طويلة، وظل الحصار قائما لعدة شهور حتى استسلم أهل يافا. بعد ما استسلم أهل يافا، نابليون عمل واحدة من المجازر التي لا تغتفر في التاريخ، حيث قتل كل الرجال في يافا وترك النساء، حتى لم يكلف خاطره بأن يقوم بدفن جثث هؤلاء القتلى. واستمر في طريقه بعد ذلك إلى عكا، وحينما حاصر عكا أبت عليه أسوارها أن يجتازها، وكان أحمد داش الجزار أحد المستبصرين الذين منعوا دخول عكا، ففشلت حملة نابليون على عكا وقرر العودة. أثناء عودته عد على يافا، كانت الجثث تحللت وأكلت منها الفئران، وابتدأ ينتشر وباء الطاعون بين الناس، وأصيب جنود نابليون بهذا الطاعون، ومات عدد كبير جدا من الجنود بسبب تفشي الوباء بينهم، حتى أن المؤرخين قالوا أن جثث أهل يافا انتقمت لأنفسهم من جيش نابليون. حينما عاد نابليون إلى مصر قابله حملة من مربك، اللي هو كانت حملة من المماليك، حملة مقاومة، ووقعت بينهم برضو مقتلة عظيمة، ولكن الوباء كان تفشى في مصر أيضا، وتفشى بين جنود مربك أيضا، ومات مربك من البيوبونيك بليك، أو بنسميه الطاعون البيوبوني، بعد هذه الحملة. بعد ما انتهت هذه الموجة من الوباء، جاءت موجة أخرى من الوباء، ولكن جاءت بعد أن تولى ولاية مصر مؤسس مصر الحديثة ومؤسس نهضتها محمد علي باشا الكبير. محمد علي باشا عمل نهضة علمية في جميع المجالات، ومن ضمنها كانت النهضة الطبية. حينما وقع الوباء وبدأ في القسطنطينية، أصدر محمد علي عدد من الإجراءات الوقائية اللي بيشيد بها جميع الباحثين، وهناك مقالات علمية كتبت عن هذا الموضوع بتقول إن محمد علي لما وقع هذا الوباء منع أي سفينة تيجي من الستانة أو من اسطنبول، يعني تيجي سفينة عثمانية إلى ميناء الإسكندرية. مش كده وبس، ده ضرب كردون حوالين الإسكندرية ومنع دخول أو خروج أي شخص إلى الإسكندرية، وأصدر قرارات ديكتاتورية عنيفة جدا لأي حد يخبي مريض أو يمتنع عن العلاج، تصل إلى درجة الإعدام إذا ثبت الخيانة إن حد مخبي مريض ومش عايز يسلمه لمستشفى العزل. في الحقيقة الباحثين كلهم أشادوا بقدرة محمد علي على إدارة هذا الوباء، وفي الحقيقة كان بالاستعانة بالعقول وبالاستعانة بطبيبه الخاص أنتوني كلود بيك، اللي هو الطبيب الفرنسي الشهير اللي أسس مدرسة الطب في أبو زعبل، واللي كان له دور كبير جدا في مكافحة هذا الوباء ووباء الكوليرا اللي وقع بعدها بسنوات قليلة. هنا احنا بننتهي الى تاريخ الأوبئة في مصر من اول العصور الفرعونية وحتى بدايات العصر الحديث، وذكرنا انماط مختلفة من هذه الأوبئة، وبنحب نقول ان دائما الوباء يتبعه تغيرات اقتصادية كبيرة في العالم، ويتبعه ايضا حروب كبرى. فهل يا ترى الكورونا فيروس اللي وقع في العالم في خلال السنوات السابقة سيتبعه أيضا تغيرات كبيرة اقتصادية، وأيضا تغيرات جيوسياسية وتغيرات جغرافية كبيرة في العالم الحالي، أم لا؟ هذا ما ستجيب عنه السنوات القادمة. شكرا جزيلا، ونشوفكم على خير.